وتا واحد موقف معنا خوش من هاد السيكتور اللي عندنا كتشوف القهوة العافية شاعلة فيها، وتا واحد ما بغى يدخل يدير شي مبادرة. تجارنا اللي حدانا عاد دوك ديال الإطفاء وباش يعطيها لينا، هادشي كامل خوتي راكم عارفين السبب علاش، باش ما نقولش زعما الشهيدة الرئيسية ديال زوير الله يرحمه. السلام عليكم ورحمة الله، رجعت لكم بهذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه شنو وقع لمريم الشهيدة الوحيدة والرئيسية في قضية زهير الله يرحمه. فغادي كما سمعتوا تحرق لها الصناك، وحتى واحد ما بغى يعتقها ولا يعطيها الطفاية باش انها تطفي العافية. المهم فقط التدخل ديال واحد ابناء الحي هما اللي ساعدوها كيفاش حتى ساعدوها طفات العافيه. نخليكم تسمعوا التصريح ديالها. اول فيديو ديال السناك عندنا كيتحرق اخوتي. هي طلع شرب وطلع مشي غيتفرقوا. اخوتي قهوة تحرقت كاملة، والناس جيراننا حتى واحد ما تدخل. جارنا عاد دوك ديال الاطفاء باش يعطيها لينا، ما بغاش يعطيها لينا. علاش؟ حشوم محشوماش كيشوف القهوة ديالنا كتحرق ويعطينا الاطفاء وما بغاش. حتى السيد داز بالطوموبيل يضربوا شي دراري ولاد الحومة، عندنا واحد ثلاثة بلا ما ندخل الاسماء ديالهم، هو يضربوا السيد بالطوموبيل تعطينا الاطفاء ديالو هو باش تفور لنا في القهوة. فكما سمعتوا اخوتي حتى واحد ما بغى يساعدها، والسبب الرئيسي هو انها شهدات في حق زهير. هذا الشيء اللي ما كيخليش الناس انهم يقدموا لها يد المساعده، فكل شيء كيخاف من المحسن والعائله ديالو الا قدموا لها المساعده غادي حتى هما يهدوهم يقولوا لهم علاش عاونتوها. فالله يهدي بنادم وخلاص. نخليكم اخوتي تكملوا التصريح. هذا الشيء حشوم وعيب، حيت حشدنا بكلمة الحق. عيب اخوتي، حنا مابقيناش في الدولة في دولة المسلمين ولا مع اليهود في هادشي سيرتو بأخص كامل من راس لراس. اخت حنان لأن تحرقت لنا القهوة ترولنا، ما عندوش شي سبب بالموت ديال زوير الله يرحمه ديال الناس اللي طرف منه، حيت تحرقت لنا من الداخل. يعني وحنا راكم عارفين سناكرو فيه البوطات كتير، والدار عندنا 12 بوطة، عندنا 6 في القهوة و6 في الدار. يعني حنايا راكم عارفين الله يقع شي معجزة اللي وقعت اللي ربي سترنا فيها، كان غيوقع كارثة عظمى. هذاك الشيء بغينا نشرحوا لخوتي كيعيطوا ليا، ختي مريم كتسناو فيكم، بغينا نستمعوا الأخبار، وضحوا لنا على خونا زهير. كيسحبوا الناس ما بغيناش يعني نجاوبوهم، أنا بغيت نوضح لكم السبب اللي ما بغيناش فيه. كما سمعتوا الأخت مريم وضحات بأن العافية راه ما شعلاتش بسبب الأنصار ديال محسن، فهي شعلات الداخل، يعني راه ماشي هذوك اللي كيهدوها هما اللي شعلوها ليها. السبب اللي خلاها انها تنفعل هي ان ما بغى حتى شي واحد يعاونها باش انها تطفي العافيه. هذا الشيء علاش هي منفعله كتقول به بسبب الشهاده اللي شهدت في حق زهير، حتى واحد ما بقى باغي يساعدها. فالله ياخذ الحق. وكنقول لك الاخت مريم بانك امراه بألف رجل، غير كملي في هذا الشهاده حتى الاخير، حتى ياخذوا المجرمين العقاب ديالهم اللي كنتمنوا انه يكون هو الفعلان، عفوا الاعدام قولا وفعلا.